سلام البنات، ان شاء الله نهاركم زين على بركة الله. صلوا على النبي وسلموا تسليما. اليوم على الفطور حندير لكم سلطة خفيفة ظريفة، بالك بزاف ما تعرفوهاش، لكن هي سلطة يعني معروفة في المطاعم العالمية، سواء في تركيا سواء في مصر سواء في الجزائر او تونس او الدول الاخرى، يعني معروفة. حندير معكم سلطة البواشيش، سلطة الحميصة. كما قلت لكم كاين بزاف ما يعرفوهاش، اليوم حنديرها لكم بأسهل طريقة، والبنة تولي لكم إدمان. ألا على بركة الله، عندي كمية من الحميصة البنات، شمختها ليلة من قبل. حنديرها الطيب، نديرها الطيب عادي. حميصة، شوية ملح، وحبة بصل. شوفوا كاش قطعتها، نديرها في الكوكوت مينوت الطيب وشوية ملح. كوكوت مينيت، نزيد فوقها بصلة صغيرة قطعتها هكذايا، نزيد كمية من الملح، نضيف لها شوية كمون. دائما البنات سواء الحميصة او كي طيبوها سواء في الدوبارة او اي وصفة كي ديروها تغلي البنات، ما تغلقوش لكوكوت ميني، تخليها تغلي غلوة زوج، نحو هذيك الرغوة تاعها ومالاتيك زيدو وماك غلقو لكوكوت ميني باش ما تفيد لكمش الكوكوت ميني على الفرن ديالكم. الحبيسة راهي طيب من جهة اخرى، عندي كمية من الخضروات البنات، عندي فلفل حلو احمر. شوفوا انا درت كمية شوية كبيرة، نحبوها نحبها العائلة تاعي هاد سلطة الحمص او البواشيش. عندي 5 حبات فلفل حلو حمورة البنات وصغيرين، راهو غالي، انا خلات كيش البخي تاعو. عندي راس ثوم، عندي كمية من الباذنجان، اللون هذا البنفسجي بنا بزاف بنينة، واللون هذا الابيض ما لقيتوش هكا، ديرو باذنجان باذنجان عادي. الوغ البنات نحكم سنيوة، ندير فيها بابي كويسون هكذايا، نحكم الباذنجان فوالا، نوصلها كمية من الزيت، ولا ما عندكمش هاد العفسة ديرو بالبانسو. فوالا نوسي الباذنجان، نوسي فلفل حلو بنفس الطريقة، هذا ماشي تراب، زيدو تقولوا لي تراب. شوفوا البنات من عندهم هكذا، من عند خلق ربي هكذايا. فوالا ندير كمية من الزيت، فوالا هكذايا، انا درت الكمية تاع الخضروات اللي عندي. عرفتوا البنات واش حنوسي؟ حنوسي بابي كويسون، فوالا فوق ورق الالومنيوم هكذا البنات هكذا، وندخلوهم للفرن، ندخلوهم للفرن، نشعلو لتحت والفوق لكن نار قليلة، نخليهم حتى يتشوا. كيفاش نعرفوهم طابو؟ نمسوهم هكا طابو والقشرة تتنحى فاصلمون مباشرة إلى الفرن. فوالا البنات هي طابت الحميصة، ما خليتهاش حتى تحلحل. شوفوا طابت زبدة عفوا، ونخليها تبرد. ومام طون الفلفل والباذنجان البنات، شوفوا كاش طابولي، فوالا شوفوا نقيوه، خليته يبرد نوعا ما، نحيلو القشرة. شوفوا سهل سهل البنات، نزيد تانيك الباذنجان، شوفوا الباذنجان القشرة تتنحى فاسيلمون. شوفوا البنات هذا الباذنجان الابيض بزاف بنين، في بنة ولا أروع. ولا شوفوا كاش يتنقى، شوفوا سهل باش نقيوه، وطابلي حتى للقلب. ولا نحيلو الراس هكذا البنات، ونقطعو البنات ديدي. شوفوا كاش طابلي، بسم الله ما شاء الله، هكذايا نقطعو ديدي بنفس الطريقة. فلفل حلو كذلك، نكمل نقيه ونقطعه كذلك مربعات صغيرة، ولا باش ما نطولش عليكم. أما راس الثوم فهو طري البنات، شوفوا ولا طري زبدة، نقي كذلك الثوم على خطر. ولا البنات تاني نقيت الفلفل الحلو، الباذنجان، الثوم هذيك شوفوا طابت زبدة. ولا في ريسيبيون البنات نحكم الحميصة، خليتها تقطر، شوفوا طابت لي على حبة، شوفوا البصلة اللي كانت طيب معاها يعني دابت كامل. فوالا نحطها في ريسيبيون، كذا نفرد الباذنجان وفلفل حلو كذلك، نفرغو هنايا
على هذه الباذنجان بزاف بنينه، شروها وذوقوها ورجعوا لي الخبر بنا ولا اروع، وما فيهاش الزريعه بزاف. نزيد لك الثوم اللي طابت في الكوشه، نزيد شويه معدنوس، فوالا نزيد شويه معدنوس بودره، ندير فلفل اسود. الحميصه طابت في الكمون ونضيف كميه من الكمون، بيان سور كميه من الملح حسب الذوق، زيت الزيتون وليس اجباري، ندير كميه، ملعقه خل التفاح، ملعقه عصير الليمون كان عندي في المجمد، ملعقه خل تفاح وملعقه عصير الليمون. نخلط المكونات كامل مع بعض فوالا، ونحافظ على الحبايه تاع الحميصه ما نعبزهمش فوالا، وبالتالي السلطه تاع الحمص راهي واجده. ايوا البنات، السلطه تاع الحمص راهي واجده، نوري لكم كيفاش يقدموها. عندي فلفل حار، فلفل مرقد، عندي زيتون اخضر، معدنوس، بيض مغلي، وعندي البنات اوراق السلطه. شوفوا البنات، نحطها في لي زاسيات فوالا، تحبوها تحطوها باوراق تاع الشلاضه فوالا هكذايا. شوفوا البنات، تحبوا تسقوها هكذا مباشره. ندير لي زاسيات، نرفدها البنات، ونحط هكذا، ونقول لكم نحافظوا على الحميصه فوالا، ولا نسقوها البنات هكذايا مباشره في لاسيات. تولي البنات الباذنجان، فلفل حلو، الثوم، خيلوا البنة، خيلوا البنة ولا الروع. فوالا شوفوا، الله يبارك، انا نموت عليها، هذه كميه كبيره. شوفوا البنات، البنات نديروا لها شويه معدنوس من الفوق، اللي يحب المعدنوس. نديروا شويه زيتون، على بالي دوك تسقسوني على لي زاسيات. ها لي زاسيات هاد البلو شيتهم عند اواني المحروسه فوالا، سته منا يديروا 4000 دينار، 400000، بزاف شابين البنات وخفاف فوالا. صراحه انا شيتهم لرمضان، ان شاء الله ولا حياه ربي اي جات لوكازيون هذه هي. وهذوما البنات سيري شيتهم في المارشي تاع عين بنيان فوالا، على بالي تسقسوني، على بالي. الوغ نحط المرقد البنات هكذا، وكل واحد كيفاش يحب ياكل. كذلك البيض فوالا، نقطع البيض على 2 ونحطها في الوسط. على البنات، هذا هو الشكل النهائي تاع سلطه الحمص، سلطه يعني عالميه بزاف بنينه، تصيبوها في لي غوستيرون تاع جميع، وين تروحوا في اي مكان في العالم ما تصيبوها، في عده دول بزاف بنينه البنات، جربوها اكيد تعجبكم. وكذلك صحيه البنات، شوفوا فيها الباذنجان، فيها عاكو، تبعتوا معايا خطوه بخطوه، انا نقول لكم صحيه ولا اروع، زيت الزيتون، الثوم، المعدنوس، اكسيتيرا. لا عجبتكم لا فيديو ديروا لايك وابوني للقناه، وبكم استمر، نحبكم بزاف. تندكل هكذا البنات، واو بزاف بزاف تشهي، نقول لكم بزاف تشهي، تندكل هكذايا، هي مقبله ولا شلاضه ولا صحه فطوركم. دمتم في رعايه الله وحفظه، سلام.